أمام جواب غير مفيد تماما وغير شافي تماما، لأن الدار البيضاء تختنق، سكان الدار البيضاء ومعها كافة المغاربة الذين يزورون الدار البيضاء يعانون. السبب هو أنه البنيات التحتية الطرقية بقيت على ما كانت عليه منذ عشرات السنين، مع أن المركبات تضاعفت بأكثر من 500%، وبالتالي أصبح اللي بغى يقطع واحد الطريق في ربع ساعة يقطعها حوالي نصف ساعة، واللي عنده ساعة عادت عنده ساعتين، ومع مرور السنوات غادي تضاعف الأزمنة ديال قطع المسافات من نقطة إلى أخرى في الدار البيضاء، مما يفوت الفرص على المواطنين في الدار البيضاء والمواعيد، مما يؤثر على أعصابهم وكيزيد في القلق ديالهم والمشاكل ديالهم، مما يؤدي إلى مزيد من التلوث البيئي. الحلول المقترحة في البرامج المطروحة غير كافية تماما، لذلك فإننا نقول بأن خطوط الترام اللي هي مقترحة باش تخرج الوجود في 12/12/2012 غير كافية تماما لحل مشكل النقل في الدار البيضاء، غير كافية تماما، لأن محاورها محدودة ودورها غادي يكون دور محدود. على هذا الأساس فإننا نقترح أولا أن الدولة تفكر بجدية باش يكون هناك مترو خاص بالدار البيضاء، لأن جميع المدن الكبرى في العالم آخرها القاهرة عندها مترو كيهز الملايين، والدار البيضاء أصبح من يتحرك فيها بالملايين. خاص يكون خطوط ترام عبر محور وسط المدينة، الحي الحسني، سيدي معروف، مديونة، ولاد زيان، حي المحمدي، عين السبع إلى آخره. خاص تكون أيضا مجموعة من القناطر ومجموعة من الأنفاق عند كافة الأماكن اللي فيها تقاطعات. هذا هو المنهج اللي كاين في القاهرة، كاين في عمان، وتحلت به مشاكل النقل نسبيا. أما الإبقاء على الوضع على ما هو عليه واقتراح حلول ترقيعية ما غتزيد إلا في تأزيم الوضعية داخل الدار البيضاء. وأحذر في هذه المناسبة اللي حنايا فيها في آخر مناسبة للأسئلة الشفوية من أن الدار البيضاء تواجه أزمة خطيرة، وعلى الدولة أن تتدخل، وهذا الأمر كيتجاوز هذه الحكومة وكيتجاوز الحكومة الجاية. خاص الدولة بكافة مكوناتها تساهم في حل مشكلة الدار البيضاء، وإلا فإن الأزمة التي تندر بمشاكل لا حصر لها.